انظر ماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعيذ. واحد واحد من الكسل. ما معنى الكسل؟ ما معنى الكسل؟ الكسل يعني الخمول. نعم أحسنت. الخمول عن إيش؟ عن ذكر. الخمول واحد عن ذكر الله. كيف يكون الخمول عن ذكر الله؟ لا، ما معنى الخمول عن ذكر الله والكسل عن ذكر الله؟ نعم تستطيع ومع ذلك لا تفعل. خمول، خمول. تستطيع أن يأتي إلى الدرس ولا يأتي، شو السبب؟ كسل. يستطيع أن يصلي بعضهم ولا يصلي، شو السبب؟ كسل. يستطيع أن يتكسب يعمل لكن ويش؟ لا يعمل، شو السبب؟ كسل. فما هو المقدم في الكسل؟ ها؟ لا، هذا الشخص ما هو في اسمه العجز، في إيش اسمه الكسل، في إيش اسمه العجز، في إيش اسمه الكسل. الكسل أن تقدر على الشيء ولا تفعله. طب العجز أيضا تقدر على الشيء ولا تفعله. إيه طب شو الفرق بين العجز والكسل؟ العجز مش بإرادتك بس الكسل. لا 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 لا، بإرادتك حبيبي، بإرادتك. العجز ما عنده قدرة تسوي هذا الفعل. استنى ما الفرق بين العجز والكسل؟ هذا لم يفعل وهذا لم يفعل. هذا بقدرته وهذا بغير قدرته. هذا بقدرته وهذا بغير قدرته. لا، في شيء أهم، في شيء أهم، أن هذا الكسل سبب عدم فعله أنه يميل إلى الراحة، يميل إلى الراحة. يستطيع أن يصلي الفجر لكنه لا يصلي الفجر، شو السبب؟ يريد أن ينام. هذا عجز ولا كسل؟ هذا كسل، هذا كسل. طيب يستطيع أن يتكسب يعمل ويجيب فلوس لكنه لا يعمل ولا يتكسب، شو السبب؟ الكسل. لا، شو السبب؟ يريد أن ينام. اصرفوا علي يا جماعة، أنا أخوكم في الله، إيدي مقطوعة، مش عارف إيديك أقوى من إيدي. كسل. واحد من الشباب دخل المسجد يا جماعة ولابس لبس، مش لبس إسلامي يعني، شورت قصير وما أدري، وقلت دخل المسجد معناته هذا شاب في خير، فقلت سأذكره في الله، ولكن مبين شاب مايع تعبير العامي، فجئت لأصافحه ولا عنده قوة بجوز يرميني في الأرض، ما شاء الله بجوز لو شد ايدي كان خلع لي ايدي. قال هذا مايع، احنا اللي طلعنا مايعين بالنسبة له، لكن شو ماله؟ ما بده طاقته، بده يميلها للنوادي. فهذا الشخص الاول بيقدر يشتغل لكن ما بده يشتغل، شو السبب؟ بده يميل للراحة. شو الراحة؟ بده ينام. يا الله النوم، واحد بيقول لي احلى اشي في الحياة النوم. النوم يا كسول، احلى اشي اني ما اشتغلش، واحد بيقول لي فعلا انك كسول. طيب العجز كيف بده يكون هذا الشغال عاجز؟ العجز نوعان. نوع ما ذكرتم انه لا قدرة عنده على العمل، في عمل روح تكسب، يا اخي انا مكرسح، ما انت شايف مشلول،
فبالتالي عندي عجز فلا أستطيع العمل. لكن في عجز من نوع آخر وهو أن يعمل ولا يسد حاجة. لا أن يعمل ولا يؤدي عبادة يشغل العمل بشيء آخر. عجز الهمة. شو يعني عجز الهمة؟ مش فاهمين. يعني تلاقي عنده أدوات وعنده طاقة بس إيش ما في عنده همة إنه يشتغل. نعم يدخل على نفسه العذر بأن لا يفعل العمل. الأول بقول لك أنا نايم، إيش هذا؟ كسلان. الثاني بيطلع لك أعذار حتى ما يشتغل. هذا بيحكي عن حاله عاجز، هو إيش؟ مش عاجز، لكن يدخل على نفسه العجز. مين بقول ما في شغل؟ أيوه بوسط البلد 5 إعلانات مطلوب موظف، لكن شو ماله هذا العمل؟ بده إيش؟ بده تعب. فالأخ مش كسول، عاجز، ما بده يشتغل، بده يضل إيش؟ نايم. الساعة 8 شو بتساوي؟ والله نعسان، نعسان، والله نعسان، خليني أنام للظهر. هذا إنسان فاشل، إنسان فاشل في المجتمع. وبالتالي اسأل نفسك أنت كسول ولا تدعي العجز ولا عاجز؟ هاي مشكلتنا يا جماعة مع الشباب اللي طالعين. واحد بقول له في شغل، قال قديش الراتب؟ قال له هاي بوسط البلد في شغل. قال قديش الراتب؟ قلت له طب انت بتشتغل؟ قال لا. قلت له قد ما يكون الراتب اشتغل في هالموجود لحديت ما يصح لك احسن. اما انه يكون حالك هذا الكسل